السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكون بخير وبسلامة. ورجعنا فيديو جديد من لعبة فورتنايت بتحديات الاسبوع الثامن. قبل ما نبدي بتحديات الاسبوع الثامن، لا تنسون لايك واشتراك بالقناة وفعل جرس التنبيهات حتى توصلكم الفيديوهات الجاية ان شاء الله. خلينا نبدي بهذا التحدي، واللي هو راح يطلب منك انه تزور 5 مناطق مسمية في لعبة واحدة. طبعا راح تنزل بهذا المكان واللي هو راح يكون قريب من منطقة رمال المتعرقة او سويتي سانس، واللي هو راح يكون اصلا قريب من منطقة واللي هو راح تقدر تزور بها المنطقة الاولى، وراح تستعمل هذه الطيارة. وانصحك تدخل دو او سولو دو او سكواد، لان في تيم رامبل ما راح تلقى هذه الطيارة ولا اي تحدي راح يكون، او راح تقدر تكمل اي تحدي في طور الكريتف او في الكريتف. طبعا مثل ما قلت لكم راح تنزل بمنطقة قريب من منطقة رمال المتعرقة، وراح اراويكم باخير الفيديو مكان الطائره اللي راح تسهل عليك انه تنتقل من منطقه لمنطقه. مثل ما شفتوا او مثل ما تشوفون هذه المنطقه الثالثه واللي هي اقليم دوم، بعد ما رحت منطقه الرمال المتعرقه، وبعدها رحت نسيت هالمنطقه اللي بيها شعب المرجانيه، ومنطقه الثالثه وهي اقليم دوم، وراح اروح لمنطقه ينابيع المالحه، وراح وراها قبل راح انطلق الى منطقه السلطة، ويكمل عندي التحدي بأسهل ما يكون. أتمنى قدرت أسهل عليكم التحدي. لا تنسون لايك واشتراك بالقناة وفعل جرس التنبيهات. دعموني بكود الايتم شوب اللي ظاهر على يسار الشاشة. كان معكم هنتر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.